السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ فيديو النهارده مشتريات لشهر 5 2019. حاجات مش جديده عليا وحاجات جديده عليا، حابه اخد رايكم فيها واوريها لكم وتقولوا لي ايه رايكم فيها لو انتم جربتوها. لو مش متابعيني تابعوني في كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي هتظهر دلوقتي على الشاشه، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتابعوني على اليوتيوب دايما علشان في حاجات كتيره جدا 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 جايه في الطريق. ويلا بينا نبدا دلوقتي. اول حاجه اشتريت برفيوم، لانه انا زي ما كنت بوريكم فيديوهات اللي فاتت ان انا كنت بشتري مخلط او من اماكن العطور، فبحتاج دايما البرفيوم جاهز اقدر ادخله مع العطور دي عشان يبقى عندي حاجه جديده. فاشتريت دريمز، ده اماراتي توم امارات، ده شكل العلبه دريمز. طبعا انا يعني هو مكتوب اسم الشركه بس انا مش عارفه خالص قوي، بس هو نوع دريمز. انا هوريكم اللوجو بتاع الشركه اهو. شكله حلو قوي، شكله شيك، انا مستخدماه بس حبيت احطه في العلبه عشان تشوفوه اهو. سبنسر من هنا، وفي من هنا فيونكا، جميله قوي ريحته، حلوه قوي وريحته شويه شجري او يعني ريحه مسكره زي ما بيقولوا. حلوه قوي رشه منه خفيفه مع اي عطر او اي حاجه ثانيه انت عاملاها مخلطه خفيفه هتبقى حلوه جدا. سعره كان 200 جنيه، كنت جايباه من شارع سعيد في طنطا، من لمس الجمال، متهيألي هو محل مشهور هنا في طنطا فتقدروا تجيبوه، معرفش بقى ممكن تجيبوه منين في اي مكان تاني، بس هو اسمه دريمز وده اسم الشركه بتاعته، وقربوا لكم تاني عشان لو حابين تجيبوه او تعملوا تيست عليه وتشموا ريحته. تاني حاجه، الحاجه اللي مقدرش استغنى عنها وبشتري منها ببذخ شديد، وهي المناديل المبلله دي من ايزي كير. ان كان بقى اللون، يعني انا بستخدم الاخضر والازرق وكان في لون تاني مش فاكراه. المناديل دي حلوه يا جماعه، اي حاجه بقى يعني ما عندكيش ميك اب ريموفر تستخدميه، كان ميك اب ريموفر يعني ما بتشيلش قوي بس يعني حلوه. ده بنسيم البحر، يعني الحته حلوه من الاخر هما كده. اللوك بتاعه ما بقاش بيتسحب، بقى بيضغط عليه فيتفتح كده، حلو قوي، هيفرق معاكم، هيفرق معاكم جدا يعني. طبعا دي البيت ممكن تجيبوا الصغيره منها للشنطه، هتلاقوه حلو قوي في السوق. وطبعا ده طبعا عليه عرض خاص، الثلاثه مش فاكره كانوا كام، تقريبا 33 جنيه تقريبا حاجه كده، دي فرصه بالنسبه لي. بعد كده اشتريت نيفيا سبراي اللي هو الكويك دراي ده، شفت ناس كتير قوي بتشكر فيه وبتقول عليه حلو. هي مشكلتي فيه بالنسبه لي ان هو ريحته قويه جدا جدا، ومناخيري بتتحسس قوي من الروائح العاليه دي، فبضطر اني عشان ارشه واعمل كده وحاجات صعبه قوي، بس هو حلو قوي 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 للاستخدام، لان هو بيديك زي الباودر كده، بتحسي ان انت حاطه حاجه باودر، بينشف بسرعه فما بتحسيش ان انت بيسيب بقايا واثار على جسمك. بعد كده لو انتوا شفتوا الفيديو اللي فات للمشترات اللي فاتت هتعرفوا ان انا كنت شاريه داي اند نايت كريم من جونسون، وقلتلكوا ان هو حلو جدا وموفر وسعره كويس، ولقيت حاجه برده من جرني سعرها تقريبا نفس سعر جونسون يمكن اقل مش فاكره بالظبط، بس برده حلو ونتيجته حلوه. طبعا انا استخدمته وجربته فحلو قوي، مشكله بس اللي هو الداي ان هو بيخلي الوش لونه ابيض، فانتوا قللوا الكميه بس هو حلو قوي. اعتقد كان ثمنه 44 جنيه، تمام انجلش مش عربي، بس شوفوا ده كريم الليل وده كريم النهار، حلو قوي وريحته حلوه وكمان خفيف، وغير كده هو مناسب لجميع انواع البشره، مناسب لجميع انواع البشره، فدي حاجه كويسه قوي عشان نقعد بقى نفكر بشرتنا بنيه بشرتنا جافه، فكل المشاكل اللي بنقابلها دي طول الوقت احنا مش هنفكر فيها خالص. واخر حاجه متهيألي كل الناس بتقول عليها انها حاجه حلوه، وهو الكريم ده من نيتروجينا الهايدرو بوست، كان ثمنه 155 جنيه. الكريم ده حلو قوي، شفتيه كده تحسي ان انت في تروه على وشك، في نهار كده في هواء تروه جميل قوي. لو انتوا بشرتكم دهنيه يستحسن انكم تحطوه قبل ما تنزلوا بفتره، عشان هو ما فيهوش اس بي اف بصراحه.
بعد فتره من استخدامها تحس ان بشرتك طريت كده وناعمه وجميله قوي. لو حسيتي انه عملت مشاكل مش عارفه تعملي فيه ايه، بس هو ما عملش مشاكل خالص. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.